الاستعدادات كانت على أشدها قبل يوم الامتحان وقبل أيام الامتحان. تريت عما غبار راس الاباء الامهات يدي سكر طروان سن لانه راني هنا كسين كيسنا منوس كذا الى اخره. ندوي الحساسات الخاصه دوزنا الحمد لله كل شيء بخير. احرار تاخر منهم بالنسبه للرسميين مترشح واحد، وبالنسبه للاحرار 14 مترشحه ومترشح. محمد عرب مدير ثانوية محمد عبد الكريم الخطابي. اليوم يجتاز التلاميذ امتحانات البكالوريا لليوم الثاني على التوالي منذ انطلاق امتحانات البكالوريا 2023-2024. يتقدم لهذه الامتحانات المترشحات والمترشحين 283 مترشحة ومترشح، الرسميون و27 مترشحة ومترشح أحرار. تأخر منهم بالنسبة للرسميين مترشح واحد، وبالنسبة للأحرار 14 مترشحة ومترشح. نجتاز هذه الامتحانات في ظروف حسنة تطبعه الجدية والانضباط والالتزام التام بمساطير دفتر مساطير دفتر مساطير إجراء امتحانات البكالوريا 2023-2024. وعن جانب الإدارة التربوية قد قامت بكل الإجراءات الإدارية والتربوية القبلية من أجل الإعداد والتحضير حتى تمر هذه الامتحانات في جو تربوي ومسؤول ناجح. قامت الإدارة التربوية بكل ما يتعلق من اجتماعات تنسيقية مع السيدات والسادة مراقبي الإجراء قصد اطلاعهم على المستجدات لهذه السنة، وخاصة الأمر الذي يتعلق بالملصق الجديد للإقامة السرية. وكما تعلمون فهذه الامتحانات هذه السنة الدراسية تمر في سنة بعد مجموعة من التوقفات عن الدراسة، ولكن بفضل المجهودات المبذولة من طرف السيدات والسادة الأساتذة والإدارة التربوية من خلال تقديم الدعم التربوي للتلاميذ، الدعم لاستدراك ما فاتهم من دروس، وكذلك الدعم التكميلي والدعم النفسي كذلك في أواخر شهر ماي من أجل إعداد تلاميذ نفسيا وتربويا من أجل اجتياز هذه الامتحانات. ومتمنية إن شاء الله بكل التوفيق لجميع المترشحات والمترشحين ديونا حتى إن شاء الله يستحقوا حتى يحققوا آمالهم المستقبلية بالنسبة لمشاريعهم الشخصية المهنية والدراسية. وشكرا. مساء الخير، نتواجد حاليا في مؤسسة محمد عبد الكريم الخطابي ثانوية إيليا بمدينة الناظور. الأجواء الآن هي متعلقة باليوم الثاني، الأمسية الثانية لامتحان شهادة البكالوريا. هذه الأمسية هذه هي مخصصة لمادة الفلسفة. الاستعدادات كانت على أشدها قبل يوم الامتحان وقبل أيام الامتحان، وإن شاء الله الأمور كلها بخير وعلى خير. عندنا المتمدرسين الأحرار في مواد العلوم الرياضية ألف وباء، ثم في مواد علوم فيزيائية، إضافة إلى العلوم الاقتصادية، ثم الأدب، إضافة إلى المتمدرسين أو إلى المترشحين الأحرار في علوم الرياضية الألف وباء. الأجواء الحمد لله تسير على أحسن وجه. ترتيبات تنظيم الخلية ديال المؤسسة كاملة مجندة من أجل إنجاز هذه المحطة على أحسن وجه إن شاء الله، خصوصا أنه استحقاق وطني، ونسعى إن شاء الله إلى أن تكون متميزة بإذن الله، والتوفيق للجميع. شكرا. السلام عليكم، اسمي فاطمة زهمت كوري، مدوي الحساسات الخاصة، امتحان مكيف. دوزنا الحمد لله كل شيء بخير وبالتوفيق للجامعة. بغداد صامبو من كتابة الامتحانات ديال البكالوريا بالثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي بالناظور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما مشت السلام ما ربي أنه دين استحقاقات وطنية لامتحانات البكالوريا،
وكل العادات تسمى كل سنه بطبيعه الحال ديني جن جن تسمى جن لونغاجمون جن الالتزام مشترك بطبيعه الحال ما بين جميع الفاعلين المتدخلين في المجال التربيه والتعليم. فالاكيد انه كل شيء واعي المسؤوليه وواعي مدى الاهميه من اجراء امتحانات البكالوريا في ظروف مناسبه وصحيه. التلاميذ دونك مش كاين في الصوامر خو عاد يجي المقطع مامش زريم على هبه الاستعداد راني ثني باش نحاول ان شاء الله هذا اجتهدا نجاوب نخلى اسئله وطبيعه الحال باش نحقق الحلم نسن ذي النجاح وكذلك نحقق الفرحه يتسمح لي الاسر نسن. من جدني الاسر مامش زريم صوت المؤسسه دائما تري عما غبار راس الاباء الامهات يدي سكر طروان سن لانه راني هنا كيسنا منوس كذا الى اخره. الطاقم الاداري والتربوي الاساتذه الحراسه الاساتذه المداومه الاساتذه التصحيح كوريج واعيس دور الناس واعيس المسؤوليه الناس ويتقرخ من الناس بطبيعه الحال على اكمل وجه. المهم تسمى كل شيء مجند من اجل انجاح المحطيه الثانيه. والاكيد ان الثانويه التاهيليه محمد عبد الكريم الخطابي وران تفوز ما تفخ السياق الوطني تسمى انجاز الامتحانات البكالوريا في احسن الظروف. غنغدر ذي المجموع 19 الحجره ما بين الرسميين ما بين الاحرار 19 الحجره وطبيعه الحال دائما يعني نفس الوتيره الجديه في الالتزام يزيد خدم المؤسسه صباحا ومساء وطيله الايام الامتحانات وكذلك قبل وبعد الامتحانات لان ذني المرحله الاعداد وكذلك ذني المرحله التصحيح. وبالتالي ف يعني المؤسسه دائما خو نقرس نشين اتفاق صباح الجيرث باش تنجح المحطيه ثانيتي. ونشكر الله سبحانه وتعالى انه الظروف لحد الان كل شيء كوار مليح كل شيء كوار منظم ويعني ونسجل ورديج لانسيدون شي حاجه تيجي يعكر الصف والمجرى تسمى امتحانات البكالوريا. ونتمنى الله سبحانه وتعالى انه نكمل السياق ونتاتيه ونتمنى التوفيق مره تلاميذنا غد الوالدين سند الاساتذه. والسلام عليكم.